ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم القانون. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجة اسمها الوقف الاتفاقي للخصومة. طب هل هو يجوز او ينفع او يصح قانونا ان الدعوة او الخصومة يتم التوقف فيها لمدة معينة بناء على اتفاق بين الاطراف؟ نعم يصح ويجوز، لكن بضوابط وشروط معينة. الشروط اولا بيقول لي لكي يكون هناك وقف اتفاقي يجب ان تتوافر الشروط التالية. ايه هي؟ واحد، ان يتفق جميع الخصوم على الوقف. ليه؟ ازاي؟ لازم يكون في اتفاق كامل بين جميع اطراف وخصوم الدعوة على التوقف فيها. ما ينفعش مثلا هي الدعوة لما تقف او تتأجل، ده في مصلحة مين؟ ده في مصلحة المدعي عليه او المدعي عليه. فما ينفعش هو من نفسه او لوحده او المحامي بتاعه يقدم الطلب ده. الطلب ده بيكون باتفاق كامل من الاطراف المعنية بالدعوة، سواء مدعي او مدعى عليه. خارج المحكمة بنقعد ونتفق، وبناء عليه بنقدم طلب موقع من الطرفين ان الخصومة تتأجل. اهو بيقول لي يجب ان يتفق جميع الخصوم، اي ان يتفق المدعي والمدعي عليه على الوقف، بحيث يكون استجابة لطلب تقدم به الطرفان لوقف الدعوة. اما اذا اعترض احدهم فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي، لان الاصل في الخصومة هي ان تسير حتى ان يصدر الحكم فيها، فلا يجوز وقفها بالارادة المنفردة. ونقطة للتوضيح، ان وقف الخصومة بيكون في انواع معينة من الدعاوى، اللي هي المدنية فقط، او اللي فيها مدعي مدعى عليه، مثلا مش جاني ومجني عليه، اللي هي الدعاوى الجنائية او الجنح. دي ما ينفعش يكون فيها وقف اتفاقي للخصومة خلاص، لان سلطة الاتهام في الحالة دي بتكون في يد النيابة العامة، او لو في جرائم اموال وجرائم خاصة بالدولة بتكون في يد النيابة الادارية. الا تزيد مدة الوقف على 3 أشهر، وده تاني شرط يقول لي ان مدة الوقف الاتفاقي ما تنفعش تكون اكتر من 3 أشهر. ولو تم الاتفاق بين الاطراف على مدة تزيد عن 3 أشهر، في هذه الحالة يحكم القاضي بتقليل او بتقليص المدة الى 3 أشهر. تالت حاجة في الحالة دي بيقول لي قرار المحكمة للوقف او عدم الموافقة عليه هو قرار سلطة، يخضع لسلطة تقدير المحكمة في المرتبة الاولى. يعني ممكن يوافق وممكن يرفض، بس قرار المحكمة بوافقة هو حكم قطعي، فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الاطراف قبل انتهاء مدة الوقف على التعجيل. يعني احنا كأطراف نقدر نعجل الخصومة برضو بالاتفاق، لكن القاضي ما يقدرش يعجل الخصومة طالما حكم بقبول الوقف الاتفاقي للخصومة بناء على طلب الأطراف. أثر الوقف الاتفاقي، ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوة أيا كان السبب. وقف الدعوة علشان ما نتعمقش فيه هنشرحه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. تعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة، ولذلك فإن أثار المطالبة القضائية تظل كما هي، سواء في الأثار الإجرائية أو الأثار الموضوعية. الخصومة رغم قيامها تعتبر راقدة، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف، وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتمية لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا هنفرق بين حاجتين. أي إجراء أنا أخدته وانتهى قبل ما نقدم طلب الوقف الاتفاقي، او قبل الموافقة على طلب الوقف، لان تقديم الطلب، لان الدعوة تعتبر وقفة او يتم التوقف فيها من تاريخ الموافقة وليس من تاريخ تقديم الطلب. اي اجراء بقى اتاخد او تم قبل التاريخ ده بيكون صحيح تماما ومنتج لاثاره القانونية.
أما بعدها فلا يجوز اتخاذ أي إجراء من قبل الأطراف ولا تقديم أي طلبات، لأن في الحالة دي الإجراء أو الطلب اللي هيتقدم باطل تماما. لكن في استثناء اللي هو لو حاجة متعلقة بالمواعيد الحتمية اللي هي لنا ولا أنت ولا مدعي ولا مدعي عليه نمسك نملك فيها أي حاجة، فدي تظل قائمة. و يعني لو في إجراء لازم او متعلق بالمواعيد دي لازم تاخده، لان لو الميعاد انتهى ما تقدرش تدفع وتقول ان احنا كنا في الحاله دي وقف اتفاقي. ليه؟ لان المواعيد الحتميه متعلقه بالنظام العام ولا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها. ينفع مثلا اقول لك ان الانذار 15 يوم تعالى نتفق نخليها 20؟ ما ينفعش. اخر حاجه بيقول لي انتهاء الوقف الاتفاقي بينتهي بطريقتين. الطريقة الأولى إن هو ينتهي طبيعي التاريخ اللي احنا حددناه اللي قلنا أقصى مدة فيه 3 شهور، ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق عليها، ويجب على المدعي عليه أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال 8 أيام من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتبر تاركا دعوة. يعني مثلا نفترض إن احنا اتفقنا إن الخصومة مثلا هتنتهي، احنا تم الموافقة على طلب اللي احنا قدمناه بتوقف الخصومة يوم 1/7. من يوم 1/10 بقى لازم انا كمدعي اودع صحيفة لقلم الكاتب ان انا عايز اعجل الخصومة معايا من يوم 1/10 ليوم 8/10، 8 ايام بعد انتهاء المدة. احنا الطلب بتاعنا اتوافق عليه يوم 1/7، المدة انتهت يوم 30، معايا من يوم 1 ليوم 8، لازم في خلال الفترة دي اودع الصحيفة. مش بس كده، ان انا اعلن المدعية عليه خلال المدة دي ان انا هعجل الدعوة، لان لو ما قمتش بكده قانونا هعتبر تاركا دعوايا وتعتبر الدعوة انتهت وكأن لم تكن. يعني لازم اودع الصحيفة ولازم اعلن، ما ينفعش اخد اجراء من الاتنين. تاني طريقة ان انا انهي بيها او اعجل بيها الخصومة في الاتفاقي او انهي، ان احنا نتفق مع بعض كخصوم بتعجيل الوقف الاتفاقي. بيقول لي ويكون التعجيل قد تم في الميعاد اذا قام المدعي عليه بايداع، او اذا قام المدعي اسف بايداع صحيفة التعجيل في قلم كاتب المحكمة وقام باعلانه خلال امتى؟ خلال الـ8 ايام. فلا يكفي إيداع الصحيفة خلال المدة المحددة، بل يلزم أيضا إعلان المدعي عليه خلال هذا بها في الميعاد. لذلك يعتبر المدعي قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعي عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ8 أيام أو إيداع الصحيفة، واعتبر تاركا دعوة. وبرضه لازم الإعلان ده يكون صحيح، لأنه لو مش صحيح يجوز المدعي عليه يتمسك ببطلان الإعلان، وفي الحالة دي تعتبر الدعوة برضه كأن لم تكن. أتمنى أكون أفدت حضراتكم، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب في قناتنا علشان نقدر نكمل كل ما هو مفيد في الشروحات القانونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.